السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة وغرزة جديدة من غرز الشتاء. وغرزة النهاردة هتكون غرزة مميزة جدا، اللي بيميزها شكلها وكمان اللي بيميزها إن أنا أقدر أشتغلها من بواقي الخيوط اللي عندي وأستغل الخيوط اللي بتتبقى عندي من أشغال الكروشيه المختلفة. فلو عندك مجموعة ألوان مختلفة تقدري تنسقيهم مع بعض وتشتغلي الغرزة دي. كمان الغرزة دي خطواتها بسيطة جدا لأنها بتعتمد على الأعمدة الأمامية والعمود العادي، فهنشوف كل خطواتها بالتفصيل دلوقتي خلال الحلقة. لكن في الأول حابة أقول لكم الخيوط المناسبة وكمان الأعمال اللي أقدر أنفذ بيها الغرزة دي. فعندي الخيوط أقدر أشتغلها بأي سمك من الخيوط، سواء رفيع أو متوسط السمك أو الخيوط السميكة، لكن هتكون أفضل لو اشتغلت بخيط متوسط السمك أو خيط سميك، وطبعا صوف أو قطن أيا كانت الخامة هيكون مناسب. طيب الأعمال اللي أقدر أنفذها بيها طبعا هتكون مناسبة أكتر في الأعمال المسطحة زي بطانية أو مفرش سرير، أي حاجة ليها مساحة كبيرة هتديني شكل حلو جدا وهتوضح لي شكل الغرزة أكتر. كمان اقدر انفذ بيها كوفيه او شال، وممكن استخدمها في ملابس الاطفال، ممكن اعمل بيها بلوفر او جاكيت اطفالي، وبرده ممكن تستخدميها كغرزه حريمي او بناتي تقدري تنفذي بيها الملابس، وهيبقى بس الاختلاف في درجات الالوان. يعني لو هتعمليها لاطفال بتستخدمي بقى درجات الوان فاتحه والوان كتيره تناسب الاطفال، لو هتعمليها حريمي او بناتي فاحنا ممكن بنكتفي بلونين او بثلاث الوان او اربع الوان، وبتكون طبعا الوان مناسبه لكل سن. طبعا الغرزه زي ما انتم شايفين بتعتمد على الالوان، فما ينفعش ان انا انفذها بخيط لون واحد، ولا ينفع ان انا انفذها بخيط جانجا اللي هو بيبقى فيه تدرج الوان، فالافضل ان انا بستخدم على الاقل لونين. وطبعا كل ما الالوان زادت معايا كل ما بتدي شكل افضل للغرزه. طيب تعالوا بقى نبدا ونشوف كل خطواتنا بالتفصيل لتوضيح الغرزه دي وازاي نشتغلها. علشان ننفذ الغرزة بقى هنبدأ نشتغل عدد من السلاسل بمضاعفات العدد 10 لغاية لما هوصل للطول اللي أنا عايزاه. حددت كده الطول اللي هبدأ أشتغل عليه، وبعد ما بنخلص التكرار بنزود 2 سلسلة كمان. وبعد كده هنبدأ بقى نشتغل السطر الأول، والسطر الأول عندي هيكون عبارة عن غرز العمود. على كل غرزة سلسلة هشتغل غرزة عمود، فهبدأ أشتغل 2 سلسلة، الأول اللي هو ارتفاع أول عمود، وبعد كده هنسيب تالت غرزة وهندخل في الغرزة الرابعة وهشتغل أول غرزة عمود، وهكمل لآخر السطر بغرزة عمود، والسطر التاني كمان هنشتغل عليه بغرزة العمود. وصلت كده لنهاية السطر التاني، وبشتغل كده العمود اللي قبل الأخير، وآخر عمود هشتغله ما ننساش إن هو بيكون على ارتفاع السلاسل، فهدخل هنا الارتفاع أنا عاملاه 2 سلسلة، فهدخل في تاني سلسلة ومفروض هشتغل آخر عمود. لكن أنا في السطر الجاي هبدأ إن أنا أغير الخيط، علشان كده مش هنهي الغرزة دي وهسيب آخر خطوة فيها، وبعد كده هشيل الخيط دوت وهجيب بقى اللون التاني اللي أنا هشتغل بيه، وهبدأ أسحب منه وأقفل الغرزة بتاعت العمود. وبكده أكون خلصت السطر التاني، وهبدأ دلوقتي في السطر التالت. وعلشان أبدأ في السطر التالت هشتغل برضو 2 سلسلة ارتفاع أول عمود وهقلب الشغل. طيب بعد كده علشان أبدأ بقى أنفذ خطواتي في الغرزة هتكون بداية من السطر دوت، فهبدأ أخد 3 لفات على الإبرة لأني هشتغل عمود ب3 لفات، وهنبدأ نشوف العمود اللي هشتغل فيه مفروض إن هو تاني عمود. إحنا عملنا 2 سلسلة ارتفاع للعمود، فبنسيب الغرزة اللي هي ديت وما بنشتغلش فيها على أساس إن خلاص العمود بتاعها اتعمل. هنيجي عند العمود بقى، لأن أنا هشتغل عمود أمامي ومفروض إن أنا هبدأ أدخل في العمود ده، لكن أنا هسيب السطر ده وهنزل للسطر اللي تحته وفي نفس مكان العمود اللي هو دوت، وهبدأ أدخل من قبله وهطلع من بعده علشان أشتغل غرزة أمامية، وأكمل خطواتي عادي خالص عمود ب3 لفات، وهبدأ أخرج من حلقتين لغاية لما أخلص وأخلص خطوات العمود. تمام، وهيكون ده الشكل اللي بيظهر لي بعد ما بشتغل غرزة عمود أمامية، عمود طبعا ب3 لفات. طيب بعد كده هشتغل عمود عادي، فهاخد لفة والمكان اللي هو ده بتاع غرزة العمود الأمامية فمش هشتغل فيه، هسيبه وهدخل في الغرزة اللي عليها الدور وهنشتغل غرزة عمود أمامي.
بعد كده هنكرر تاني العمود ده، فهاخد برضو 3 لفات على الإبرة، والعمود اللي عليه الدور اللي انا اشتغل فيه ده او دي الغرزة اللي المفروض هدخل فيها دي بسيبها وما بشتغلش فيها خالص، وهسيب العمود ده وهنزل للعمود اللي تحته وبرضو هنشتغل عليه غرزة عمود امامي، ونكمل خطواتنا عادي خالص. تمام، بعد كده هشتغل غرزة عمود تانية، فهاخد لفة واحدة وهنسيب الغرزة دي زي ما قلنا، وهدخل في الغرزة اللي بعدها نشتغل غرزة عمود عادي. آخر مرة هنكرر فيها العمود الأمامي ده، فهاخد برضو 3 لفات على الإبرة، وهندخل بقى على العمود برضو ده اللي عليه الدور، هننزل للسطر اللي تحته بالشكل ده، وهبدأ أشتغل غرزة عمود ب3 لفات. تمام كده، انا كده اشتغلت 5 اعمدة، 3 منهم اعمدة امامية و2 في النص بيكونوا اعمدة عادية. هبدأ اشتغل بعد كده غرزة عمود عادي، هنسيب الغرزة دي وهندخل في اللي بعدها نشتغل عمود عادي، وهكرر بقى 5 اعمدة في الغرز اللي جاية. ده كده اشتغلنا 1، هنشتغل 2 3 4 5 كده، 2 3 4 5، وده بيكون شكل الشغل اللي هبدأ أكرره. أول حاجة أول 5 غرز بشتغل 1 عمود أمامي وواحد عمود عادي، وبكرره 3 مرات، والخمسة التانيين بيبقوا أعمدة عادية. طيب تعالوا نكرر كده، هنبدأ نشتغل دلوقتي الجزء ده نعيده، فهنبدأ ناخد 3 لفات، والعمود اللي عليه الدور دوت هننزل ليه اللي تحته ونشتغل فيه غرزة أمامية بالشكل دوت ونخلصها. وبعد كده بنشتغل غرزة عمود عادي، بنسيب طبعا الغرزة اللي هي اشتغلنا فيها عمود أمامي بنسيب مكانها فاضي، وبندخل في اللي بعدها نشتغل غرزة عمود، وهنكرر برضو غرزة أمامية. طبعا العمود اللي انا دخلت فيه واشتغلت غرزة امامية هسيب اللي بعده وادخل في اللي بعده، يعني بشتغل في 1 وبسيب 1. وبعد كده بنكرر بقى عمود عادي، بنسيب دي وندخل في اللي بعدها ونشتغل غرزة عمود، واخر واحدة هنكررها اللي هي العمود الامامي، هناخد 3 لفات على الابرة وندخل نشتغل غرزة امامية. تمام، ده هيكون الشكل اللي هيتكون عندي، وهبدأ اكرر نفس الخطوات بتاعتي. بعد كده هبدأ اشتغل 5 اعمدة عادية من غير اي اعمدة امامية في وسطها. طيب هنسيب برضو الغرزة دي وهندخل في اللي بعدها ونشتغل 5 أعمدة أمامية، وهبدأ أكرر بقى 5 هيكونوا فيهم أعمدة عادية و5 هيكونوا 1 أمامي وواحد عادي، بحيث إن يتكون لي الشكل ده. وصلت لنهاية السطر، ونهاية السطر عندي هيكون فيها 5 أعمدة عادية، وده كده العمود الخامس، 2 4 وده الخامس. هيتبقى عندي عمود كمان، فهنشتغل عليه اللي هو هنشتغل على الارتفاع، فهندخل في تاني سلسلة ونشتغل بغرزة عمود عادي. طيب احنا طبعا في بعد ما عملنا التكرار كنا زودنا غرزتين، فالغرزتين دول علشان على جنب الشغل هنا هعمل غرزة وعلى جنب الشغل هنا هعمل الغرزة التانية، فعشان كده نهاية السطر عندي فيها 6 أعمدة مش 5. تمام، بعد كده هبدأ بقى ارتفع 2 سلسلة وهقلب الشغل بتاعي، والسطر دوت او السطر التاني من تغيير اللون هيكون كله بغرزة العمود العادي. تمام، فهنشتغل السطر كله بغرزة العمود لغاية لما نخلصه.
وصلت كده لنهاية السطر، وبقي لي آخر غرزة عمود هشتغلها على تاني سلسلة، والغرزة دي ما ننساهاش لأنها بتظبط لي طرفين الشغل، وما لقيش الشغل هنا يعني بيزيد ويقل، لا الغرزة الأخيرة دي بتظبط لي الشغل جدا. طيب المفروض إن أنا برضو آخر غرزة دي مش هقفلها، فهنبقي آخر خطوة فيها علشان أنا برضو هغير الخيط، وفي الغرزة دي بنغير لون الخيط كل سطرين، فأنا دلوقتي هبدأ أضيف اللون الجديد ونقفل بيه الغرزة الأخيرة بتاعة العمود. فهنجيب طرف الخيط وهنسحب ونخرج بيه من الحلقة، وبكده أكون خلصت السطر التاني في اللون دوت، وهبدأ بقى خطواتي في السطر اللي جاي، وبرضو هنرتفع 2 سلسلة تمام، وهقلب الشغل بتاعي. المفروض ان انا برضو هكرر نفس خطوات الغرز دي، لكن في فرق بس في بداية السطر. فاحنا في المرة اللي فاتت لما ارتفعنا 2 سلسلة بدأنا اشتغلنا عمود امامي، واشتغلنا 5 كان في عمود امامي عمود، والخمسة اللي بعديهم كانوا كلهم عمود عادي. في السطر دوت انا هبدأ بقى بالخمسة بتوع العمود العادي، فهبدأ بعد ما خلاص عملت الارتفاع ده، وقلنا اول غرزة دي او اول عمود انا مش هحسبه، فهنشتغل بعديه 5 اعمدة عادية. 1 2 3 4 5، وبعد كده هنشتغل بقى الخمسة اللي فيهم أعمدة أمامية. فهبدأ أخد 3 لفات وهننزل عند السطر اللي تحتيه، وهنتجاوزه للي تحتيه كمان. ده السطر اللي المفروض أشتغل فيه، لأ أنا هشتغل في اللي تحته، فالشغل عندي هيكون جنب آخر عمود أمامي أنا اشتغلته. هبدأ أدخل في العمود اللي جنبه ده لأن هو ده اللي عليه الدور، فده اللي تحته، فهبدأ أشتغل فيه غرزة أمامية بالشكل دوت، ونكملها بنفس الخطوات. تمام، هيكون ده كده الشكل اللي بيتكون معايا. بعد كده هاخد لفة وهنسيب الغرزة دي وهندخل في اللي بعدها ونشتغل غرزة عمود عادي. وبعد كده هنكرر ناخد 3 لفات، والغرزة اللي عليها الدور او العمود اللي عليه الدور هيكون دوت. طبعا ممكن يعني احسبها من تحت هنا، بسيب العمود التاني وهشتغل فيه اللي بعده. وهنكرر بقى نشتغل، هنسيب طبعا ديت، ونخلي بالنا جدا من النقطة دي ان انا لازم اسيب الغرزة اللي هي مكان العمود الامامي، لان لو اشتغلت فيها هلاقي عدد الاعمدة بيزيد والشغل هيبقى مش مظبوط معي، وهشتغل في اللي بعدها. وبنكرر بقى نفس خطواتنا في الغرزة، لكن بس كان الفرق عندي في بداية السطر. هنا احنا زي ما قلنا الوحدة مكونة من 10 غرز، بنقسمها 5 فيها أعمدة أمامية واحد وواحد، وخمسة التانيين بيكونوا كلهم أعمدة عادية. فلما هاجي في اللون بقى الجديد هشتغل العكس، هبدأ بالأعمدة العادية وبعد كده نشتغل الأعمدة الأمامية، ونكرر لغاية لما نخلص السطر. وصلت كده لنهاية السطر، ونهاية السطر عندي فيها الجزء اللي هو فيه الأعمدة الأمامية، وآخر حاجة هشتغلها في السطر ده طبعا هسيب الغرزة دي وهشتغل على الـ2 سلسلة. هشتغل على تاني سلسلة نعمل عمود بلفة، وبكده نكون خلصنا السطر دوت، وده بيكون شكل الشغل. طيب بعد كده السطر التاني من اللون دوت هنشتغله بغرزة عمود عادية، ونفس الخطوات دي هبدأ أكررها في كل السطور اللي جاية لغاية لما أوصل للطول اللي أنا عايزاه. وطبعا بغير الألوان على حسب الرغبة، إما إن أنا بشتغل لونين وأكررهم، أو بشتغل 3، أو أشتغل عدد ألوان زي ما أنا عايزة. طيب بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهقلب الشغل، وهبدأ بقى أشتغل على كل الغرز بغرزة العمود العادي. اشتغلت عدد من السطور، وزي ما انتم شايفين دوت ظهر الشغل. ولو قلبت الشغل بقى عشان اوريكم الشكل النهائي بعد ما بشتغل الوان كتيره، ده بيكون شكل الغرزه وشكلها زي ما قلت لكم مميز جدا. وطبعا انتي بتختاري الالوان وبتنسقيها، ولو عندك بواقي خيط برضو بتنسقيها مع بعض وبتشوفي الوان تشتغليها ورا بعضها ازاي. في نهايه الحلقه اتمنى تكون الغرزه عجبتكم، وشرح الخطوات ليها هيكون واضح. ولو عجبتك الحلقه اعملي لها لايك وشير، وما تنسيش سبسكرايب للقناه علشان
تتابعي كل الفيديوهات والأعمال الجديدة اللي بنزلها على القناة، وكمان تواصلوا معايا على مواقع التواصل المختلفة، فيس وتويتر وانستجرام وبنترست. هتلاقوا كل الروابط دي موجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.